اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ مطبخ مصري ولكن بفكر تاني وبطعم تاني، ودايما اقول تفاصيل صغيره ولكن بطعم جديد وشكل جديد. معانا الكشري الاصفر بتاع المحله بتاع البحيره الاسكندراني بنسميه، تعالوا نعمله النهارده بطريقه جديده وبسيطه وياخد طعم المستكه. ازاي نخلي المستكه تعشش جوه طعم الرز بدل شوربه الفراخ او شوربه اللحمه؟ ودايما يسالون على السوشيال ميديا شيف مغازي ممكن نعمل الكشري الاصفر بشوربه فراخ او شوربه لحمه؟ نو، ما ينفعش خالص، لان الكشري الاصفر ومع الرز المصري لازم تكون ميه مغليه بطعم مستكه بطعم الملح. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مكوناته من خير ارضنا الرز المصري، عدس اصفر، يفضل طبعا العدس الاصفر مع الرز المصري، والمستكه بتاعتنا مع شويه البهارات ملح وفلفل. عايز اقدم معاه برضو حاجه تناسب المطبخ المصري اللي هو البيض المدحرج. البيض المدحرج احنا عارفينه بنقليه في سمنه بلدي ونقدمه مع الكشري. حبيت اعمله النهارده كريسبي مع لحمه مفرومه ادعمه بالقيمه الغذائيه وهو البروتين الحيواني. لحم مفروم وبيض، هنشوف نعمله ازاي بطريقه جديده كريسبي بانيه كده يعجب الاطفال، لان الاطفال بيملوا من البيض لانهم مفطومين عليه، فعايزين نقدمه بطريقه جديده وبشكل جديد. طبعا السفره بتاعتي عليها طبق سلطه بيتكلم مصري، الجبنه القريش من الريف المصري والصعيد المصري، ازاي اجمع ما بين زيتون مخلي مع جرجير مع جبنه قريش مع خيار مع طماطم مع شويه حب. دايما طبق السلطه بيتصدر القائمه الاولى في السفره بتاعتنا علشان بتبقى فيها حاجات لطيفه وخضروات لطيفه وجميله. مش عايز اطول حضراتكم لان الاكل النهارده فيه طعم وفيه مجهود خبره طهويه، فخلينا نشوف ازاي نعمل الكشري الاسكندراني اللطيف بالعدس مع بيض مدحرج مع لحمه مفرومه، وما ننساش طبق السلطه اللطيف الجميل. عايز اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. وتعالوا نعمل مع بعض طبق سلطه. مكوناته على الشاشه يا استاذه ريحان بعد اذنك. معانا جرجير، معانا جبنه قريش من خير الريف المصري والصعيد المصري، معانا زيتون خالي من النوى، معانا خاص كابوتشا البلدي مش موجود، معانا شويه حب، معانا رشه زيت زيتون، معانا عصرة ليمون حسب الرغبة. وتعالوا شوفوا نعمله ازاي، ده مش هياخد مني وقت عشان كده سايبه للآخر. طبق التقديم معانا بالشكل ده كده. نعم يا غالي، عينيا هوريك دلوقتي الايه اللحمة. لا تقلق إن الله معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الخس الكابوتشا، قلت قبل كده وما زلت أقول خس الكابوتشا السكينة ما بتعديش عليه، تقطع بإيديا كده، وعلى فكرة لازم يتغسل كويس. خضراته الورقية زي الكرنب زي الخس الكابوتشا زي الجرجير معرضة للأتربة للعوامل الجوية، ده الطبيعي في أي مكان في الدنيا. حلو الكلام، فلازم يتغسل كويس. الجرجير بتاعنا اللطيف، بلاش العروق، خد الورق بالشكل ده كده بايديا. في احلى من الايد؟ زي الفل. الجرجير السلطه دي على فكره انا بعشقها برضو. هنا ورق الجرجير يتغسل كويس ويتنقى كويس اهو. ناخد بعضنا ونشوف ايه الاخبار مع اللحم بتاعنا اللي في الفرن، قصدي اللي في الزيت. يلا بينا يلا بينا. بيناديني بتناديني تاني ليه؟ العب، هو ده. يلا بس خلاص. حلو، نحط الزيتون. سلطة بثلاثة تعريفة. جبنة قريش، يا سلام على الريف المصري. عايزة جبنة بيضة ماشي، عايزة جبنة براميلي ماشي، زي ما انت عايزة يا أختي. كفاية جبنة، كفاية جبنة. والله السلطة دي بقى سلطة صيفي لوجود الخضروات فيها. شوف انا هعمل ايه دلوقتي، سنه شبت صغيره باطراف ايدي كده، ما تكتريش منه ده لانه ده حرام، خلي بالك. كل اللي هعمله دلوقتي عندي حبيتين طماطم، اجيب بلانشه تانيه. معانا وقت يا شباب حبايبي. طبق السلطه ده لوحه فنيه، لو قلت لي معاك ساعه زمن هتبني اشتغل، معاك خمس دقايق هتبني اشتغل، الوقت اللي هتدوني هقعد اشتغل فيه. لوحه فنيه، طول ما هي قدام الفنان
عيني. حاضر خلاص، قالوا لي اديني تايم يعني خلص يا شيف. شفتوا بقى ازاي انا بزعل؟ اهو حبتين الطماطم الحلوين دول ينوروا السلطه. الله عليك يا شيف، واخد بالك كلمه ينوروا السلطه دي؟ اه خلاص تمام. عملت النهارده الكشري الجميل، الكشري ابو عدس اصفر او الكشري الاسكندراني بيسموه، ولكن مع الشيف المغازي التركية والطعم التاني. عملت سلطه من خير الريف المصري والصعيد المصري الجميل، فيها الجبنه القريش تتصدر القائمه الاولى. عملنا النهارده البيض المقلي المدحرج باللحمه المفرومه كريسبي بتركية وخبره طهويه، يعني رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.